يقول: هل فعل الكبيرة إذا كانت من السبع الموبقات تكون مكفرة للمسلم؟ إيش؟ هل فعل الكبيرة إذا كانت من السبع الموبقات يكفر بها المسلم؟ لا، ما قال هذا إلا الخوارج. الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر بها المسلم، لكن ينقص إيمانه ويفسق بها فاسق وليس بكافر. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر التي هي الشرك تكفر، أما المعاصي التي دون الشرك فهذه لا تكفر، لكنها إذا كانت كبائر تنقص الإيمان أو يسمى فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه فلا يكفر. هذا عند الخوارج، هم اللي يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. نعم.